FM. الكلمة ليك. المشكل هنا ليس في قضية تجديد الثقة، ما سيقوله مضمون قول الحبيب الصيد في دفاعه عن ملفه، ما سيقوله في علاقة بتقييم أداء الحكومة بالأوضاع العامة، ثم هامش المسؤولية، يعني ما ينتظره الإعلام التونسي وما ينتظره الرأي العام في تونس هو تحديد الحبيب الصيد للمسؤوليات التي كانت وراء الإخفاقات التي تنسب لحكومته في علاقة بالعديد من المسارات. من المسؤول عن هذا التأزم؟ لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة؟ لماذا لا تزال سنة 2010 هي السنة المرجعية في تحديد أو قياس الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي؟ هذا موضوع أساسي ننتظره من الكلمة ليك.